يا قمر يا قمر قلبي، صباحك قشطة وعسل ومربى وخبز فرنسي وشاي حليب، كيف بس؟ يعني خلاص اليوم الفطور علي. من الفيديوهات اللي ما توقعت اني اتكلم عنها هو فيديو البدايات من الخوف او الهلع او كيف ابدا، لكن حقيقي انه اذهلني كمية الطلبات اللي جاتني على المنتدى عشان اتكلم على الموضوع هذا. راح ابتدي معاش وراح اقول ليش مقولة اوبرا وينفري لما قالت اوبرا وينفري اعظم مغامرة ممكن يعيشها الانسان هو انه يعيش الحياة اللي يحلم فيها. يا الله يا الله يا الله، قد ايش الكلمة هذه تزعزع اشياء كذا في داخلي، تخليش تحسين فعلا انه بدون المغامرة ايش تبغين في الحياة؟ الحياة ما لها طعم. يا جماعة الخير، احنا راح نموت في يوم من الايام وراح نموت مرة واحدة، وهذا الشيء كفيل انه يخلينا كل يوم نجرب لعلنا يمكن انه احنا في يوم من الايام نخوض مغامرة نعيش فيها الحياة اللي نحلم فيها. هلع. وأول كلمة راح أقولها لك يا أمر الحلوين ويا زهرة تشرين، قبل نبدأ الكلام كله، إن الخوف قبل التجربة هو عجز يا أمر قلبي. فلو كنتي مستعدة تسمعين الكلام القاسي، لأنه إحنا كلنا نبغى نصحى، يلا جيبي شاي، جيبي قهوة، جيبي مكسرات وخش برجلك اليمين يا أمر قلبي. يلا خلينا نبدأ. صباح الخير، صباح الحب، صباح الفرح، صباح الخير لكل النساء السعيدات، وصباح الخير لكل النساء الجميلات، وصباح الخير لكل النساء العظيمات اللي على هذا الكوكب. اليوم راح اتكلم انا وانتي عن البدايات، راح نتكلم عن الخوف من البداية، راح نتكلم عن العجز، وفي الغالب الخوف من التجارب الجديدة ايا كان نوعها، ايا كانت، بغض النظر ايش هو الخوف اللي انتي تخافين انه انتي تبدينه، او ايش الشيء اللي انتي تخافين انه انتي تبدينه، ايا كان نوع الخوف هذا. انا احب اقولش انه الخوف هذا بدأ معاش من سن 9 شهور الى 3 سنوات. الخوف من التجارب الجديدة يتكون مع الطفل في المرحلة هذه من 9 شهور الى 3 سنوات. الكلام هذا مو مهم بالنسبة لي، بس هي معلومة حبيت اضيفها لش، لانه انا بالنسبة لي من فترة تركت موضوع انه انا ابحث عن صدمات الطفولة وعن تجربة حسيت انه كل صدمة تطلع في وقتها المناسب، وانه احنا لما نقضي وقت وجهد وايام وندرس ونتعب ونروح نفتش وننبش عشان نعرف صدمة الطفولة، انه احنا قاعدين نضيع الوقت. يمكن كلامي غلط، يمكن بكرة اغير الكلام هذا، احتمال اغيره. الكلمة اللي بقولها لش الآن أنا أعتبرها كلمة قاسية، لكن صدقيني إنه إحنا ما في شيء صحانا إلا خليني أقول الصفعات اللي جاتنا. أي خوف قبل التجربة هو عجز، أي خوف أنت تخافينه قبل تجربين الأمر هذا، قبل تعرفينه، قبل تخوضينه. في بنات قالوا لي أنا بمجرد إني أفكر إني راح أسوي مشروع يبدأ الخوف عندي. أنت عارفة مصطلح عجز إيش يعني؟ أنت تعرفين أنا لو أحد يقول لي التصرف اللي أنت تتصرفينه معناته عجز، أنا إيش راح أحس؟ لأنه أنت لو فكرتي في حياة كل ناجح راح تلاقين انه دفع ثمن، الثمن هذا انت ما تبغين تدفعينه، انت يا حلوة ما تبغين، انت تبغين تصيرين ناجحة وتبغين تصيرين شاطرة وتبغين تصيرين مليونيرة وتبغين تصيرين ثرية وتبغين تلبسين وتبغين تشترين الشنطة وتبغين السيارة وتبغين الجوال وتبغين تصير عندك الحرية المالية، بس ما تبغين تدفعين الثمن. فانت عاجزة، والعجز هي صفات اصحاب الكنبة اللي هما الكسالى. بس خلينا انا وانت نحاول نحل الموضوع هذا. مكتوب انا عندي على البايو على تويتر، مكتوب عندي في البايو على تويتر، راح احط لكم الصوره الان حقته، مكتوب اسمي وبعدها صاحبه 15 مشروع فاشل، وانا متاكده انهم اكثر من 15، متاكده تمام، بس خلاص اكتفينا ب 15. انا كان يضرب فيني المثل والله العظيم، كانوا يقولون بتسوين كل يوم مشروع زي سماح، والله العظيم انه كان يضرب فيني المثل في المشاريع الفاشله. اذا كنت تؤمنين انه نصر الله راح يجي فانت في الغالب ما راح يكون عندك اليأس هذا، او ما راح يكون عندك الخوف، لان انت على الاقل لما بتفرشين سجادتك كذا وبتدعين وبتتكلمين مع الله راح تقولين له يا رب انا حاولت، يا رب انا قاعده احاول، يا رب انا قاعده ابذل جهد. انا ودي اقول لش انه كوني شجاعه لو مره واحده، بس الحقيقه تقول انه الشجاعه لمره واحده ما تكفي، والله ما تكفي، ولا تتوقعين انه انت راح تضربين ضربه واحده وراح تنجحين. صدقيني راح تنجحين نجاح عادي، بس لو عندك هدف كبير، لو عندك حلم كذا يعانق السماء ويعانق النجوم، فصدقيني انه تجربة واحدة ما راح تكفي. لذلك انا ما راح اقولش خليش شجاعة لمرة واحدة، لكن صدق والله انا
ودي أسألك أنت من إيش خايفة؟ يعني هذا سؤال على قولتهم يطرح نفسه. الحين أنا اعتبري إني مذيعة قدامش وراح أقول لك السؤال اللي يطرح نفسه، أنت من إيش خايفة؟ راح تردين عليه وتقولي لي أنت ما تعرفين الشعور، أنت ما حسيتي لحظة أنا أحاول إنه أنا أبدأ مشروع إيش المشاعر اللي أنا أحسها. طيب أنت خايفة من الفشل، أنت خايفة من الخسارة، تمام؟ طيب وبعدين إيش راح يصير؟ طب لو فشلتي إيش راح يصير؟ أنا أبغاش تجيبي لي قائمة الأثرياء، ما أبغاش تجيبي لي الأغنياء، ما أبغاش تجيبي لي أفنان الباتل وتجيبي لي يزيد الراجحي، لا لا لا، جيبي لي أسماء بنت نفسها بنفسها، وابحثي ودوري ورا قصصهم، راح تلاقين إن هم اتغمصوا في الفشل لين حلقهم، لين حلقهم الله وكيلش. وترى أنتي لو مو حابة تجربين ومو حابة تجازفين ومو حابة إنه أنتي تفشلين ومو حابة تخسرين، ترى عادي، والله العظيم عادي، أنتي إنسانة طبيعية، ترى أنتي مو نكرة، أنتي مو قاعدة تسوين شيء إنه يعني مو طبيعي، بالعكس أنتي كذا طبيعية، بس راح تعيشين حياة طبيعية وحياة عادية، راح تعيشين حياة على قد الثمن اللي أنتي دفعتيه. وترى لو جينا وتكلمنا عن رسائل البدايات تراها كفيلة انها تخليش تراجعين تقولي لا لا والله معليش انا اسفة، والطريق هذا يعني طريق مجهول وطريق ظلمة ومعليش، كل واحد يروح ويصلح سيارته ومع السلامة، ما نبغى نجاح ما نبغى اي شيء. ولو قلت ليش والله العظيم انه يمكن انا يعني عندي يمكن 30 ولا 40 عنوان ابغى اتكلم عنهم الا البدايات، ولا خطر في بالي انه انا ممكن في يوم من الايام اتكلم عن البدايات، لكن اذهلني كمية البنات اللي طلبوا اني اتكلم على البدايات. ادخلوا على الكومنت ترى الى الان موجود، وترى اي مشروع تسوينه ابغى اقول ليش انه ما في اي ضمانات، حتى لو كنت يعني درستي المشروع 100% ما في اي ضمانات، وفي احتمال كبير ان المشروع يفشل. بتقولي لي الان انت ايش جاية تسوين فينا، انت قاعدة تقولي لنا ابدوا ولا تقولي لنا معليش يعني كل واحد يروح ينام على سريره؟ انا قاعدة اقول لك الحقيقة اللي انت عارفينها، كمان بقول لك انه انت راح تفشلين بنسبة كبيرة كبيرة مرة، لكن ثمن الفشل هذا الصورة اللي قاعدة جوه اللي داخل الجمجمة ثمنها انه انت تشوفينها قدامش، يعني راح تشوفها بعينك يا امر، انطبعت كده وطلعت لش واصبحتي داخلها، هذا ثمن انه انت تفشلين، هذا ثمن انه انت تقلقين، ثمن انه انت تخافين، ثمن انهم يضحكون عليش، ثمن انه هم يستهزئون، بس هذا كله انت راح تحطينه ورا ظهرش لو شعرتي للحظة لحظة واحدة انه انت تستاهلين النجاح. صدقيني انه النجاح يعني يحتاج تقدير كبير 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 للذات. كمان أبغاش تعرفين أنه أنت كل ما كنت خايفة من النجاح أنه أنت ما تشعرين بتقدير الذات، معليش أنا آسفة والله العظيم، حتى أنها كانت صعبة أنها تطلع مني، لكن هذه الحقيقة. البعض عنده المقدرة أنه هو يبدأ، لكن البعض ما عنده المقدرة. يمكن بعضكم راح يقول لي أنا خايفة لأنه أنا راح أبدأ من الصفر. أحب أقول ليش أنه أنا كنت كذا أتسول أدور أبغى الصفر، بس والله العظيم كنت أبغى الصفر عشان أبدأ، ومع هذا بديت بدون صفر. يعني لو ما في ما عندش اي شيء تبدين فيه، سوي قناه يوتيوب، ما تكلفش ولا شيء ولا شيء، سماعه اذنش السماعه العاديه وجوالش وبس. انا الى اليوم ترى استخدم جوالي، والى اليوم الميكروفون اللي استخدمه هو ميكروفون ايبو، الميكروفون العادي اللي اتوقع انه سعره 25 ريال، وصلت 100,000، عديت ال 100,000. استخدمي جوالش وسماعه الاذن العاديه وبس، وكثر الله خيرش. البعض يعتقد انه لو بدأ وفشل انه هذا الشيء محبط ومؤلم وانه هو ما يستحق انه يجرب ويفشل، لا لا معليش، يعني والله مو حابة التجربة هذه. راح اقول لك عن وحدة كلمتني قبل كم يوم، حكت لي عن ظروفها، قالت لي انا يعني ظروفي جدا سيئة، وهذه انا اعرفها يعني معرفة شخصية. فقمت انا وحكيت لها عن شيء قلت لها سويه مع اني ادري انه ما راح يصير، تمام؟ ركزوا معي ركزوا. قلت لها انا ابغاش تاخذين الرابط حق التسجيل حق اكسبو حق قطر، وابغاش تسجلي معاهم تطوع، بس سجلي، انا ابغاش تسجلين واملي المعلومات، وحاولي انه كل المعلومات لما تدخلينها عشان يقبلونش، مع ان ظروفها المحيطه مستحيل مستحيل احد يجي ويخليها تسافر وتسوي تطوع. قامت وسجلت في الموقع، واليوم الثاني جت تقول لي حلم، والله العظيم يا بنات اني عرفت من خلال حلمها هذا انه في زلزلة راح تصير في حياتها. احنا لما نسوي شيء ترى احنا نوقف قدام الله، احنا نتعرى قدام الله ونقول له شوف انا سويت كل شيء، هل انت تتوقعين انه بتجاربش هذه الله ينضرش وراح يقول لا خلاص خلوها كمان تجرب، لا خلوها تجرب الشيء الثاني، لا 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 هي ما فكرت الفكرة المضبوطة،
لا أبدا، لا تتوقعين أنه الله بجلاله بعظمته يعاملنا بالمعاملة التافهة هذه. الله سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني أنت حركي، خلي كذا الحياة تحتار فيش ودقي الباب، بس مو نفس الباب، دقي الباب مرة ومرتين وثلاث وعشر، بس مو نفس الباب، مو نفس الباب. جربي، سجلي هنا وسجلي هنا وقدمي وحاولي وسوي كل شيء أنت تقدرين عليه. وركزي هنا على الكلمة هذه، لما تجربين كل التجارب هذه راح تيجي لحظة راح تسوين أبسط شيء، شيء اللي راح تقولين يلا خلينا بس نكمل، خلينا نسمع كلام هذيك اللي كانت تتفلسف علينا وتقول جربوا، يلا خلينا نجرب. المرة اللي تجربين فيها أبسط شيء راح يضرب وراح ينصر شاء الله. البنت هذه تراها إيش سوت؟ هي سوت مثل ما قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وراحت وسجلت فعلا وهي متحمسة. وقلت لها انا شوفي حتى لو كانت كل الظروف تقول لك انه انت ما راح تروحين وانت متاكد كده انه الله راح ينصرك، والله العظيم راح تسافرين وراح تتيسر وراح تتدبر وراح يحلها الله، بس خليش واثقه. انا من فتره سمعت مريم الدخيل ردت على وحده قالت لها انا ابغى اهاجر لفرنسا ايش اسوي، قالت لها تعلمي لغه فرنسيه، اسمعي اغاني فرنسيه. وبعدها قالت لها كلمه، اسمعي ايش قالت لها، قالت لها روحي واحجزي حجز غير مؤكد، حجز بدون دفع طبعا، روحي احجزي فندق او احجزي بيت. انا ابغاش تفكرين ليش هي قالت لها الكلام هذا، ترى الامور هذه تسوي زلزله لحياتنا، ترى الامور هذه تخلي الكون كذا يتحرك، ترى الامور هذه تسوي تفاعل. المشكله انه احنا الى اليوم ما نؤمن انه احنا لما نسوي شيء في اشياء ثانية قاعدة تتحرك كذا وتتصافق معانا، ما تؤمن بالاشياء هذه الا اللي منكم عندها وعي، وعي عالي وعارفه انه الله قادر على كل شيء وعارفه انه الله سخر كل شيء، لما قال سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، اعرفي انه كل شيء مسخر لك وانه انت مجرد ما تضربين في مكان المكان الثاني راح يستجيب بدون ادنى شك او راح يتحرك. لذلك لو انت تبغيني اقول ليش انه انت راح تبدين مثلا رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، لا يا بابا مستحيل، ترى انت اي بدايه تبدينها راح تبدين صفر. اقولها ليش مره ثانيه يا حلوه يا امر، ترى انت لو بديتي راح تبدين صفر الا لو كنتي يعني عندك احد يمولش، هذا شيء ثاني، الا انت لو عندك ماما او بابا، عارفه ماما او بابا اللي يعطون كذا كاش وتروحين تفتحين المشروع هنا اوكي، بس ما اعتقد انه انت قاعده تنتظرين انه تسمعين كلامي، لكن احب اقول ليش انك راح تبدين صفر، مستحيل تبدين ثلاثة او أربعة او عشرة مستحيل. واحب اقول ليش انه احتمال كبير 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 انه انت تفشلين، وترى طبيعي وعادي، اللي مو طبيعي انه انت ما تفشلين، لانه كيف بتتعلمين؟ انت لو اليوم قاعده ومستنيه انه في فرصه تيجي لحد عندك ما حاولت تجربين؟ انا ابغى اسال يعني انت ايش سويتي في حياتك حقيقي؟ ايش المغامره اللي انت قمتي بها؟ ايش الموقف الشجاع اللي انت راح تحسين انه انت سويتيه؟ والله العظيم يا بنات انه انا كتبت 2020 خرجت 15 مشروع فاشل وانا لسه كنت فاشله، والله العظيم، بس كنت مفتخره انه انا فشلت في 15 مشروع. وراح اقول لكم شيء، انه في ناس كانوا يجوني على تويتر وكانوا يعني ناس كبار فكانوا يقولون لي يعني حطي تجاربك، حطي التجارب اللي عندك عشان احنا نتعلم منها. يا سلام يا حبيب قلبي، وش اقول لكم؟ اقول لكم على الخيبات؟ اقول لكم اني فشلت في ايش؟ احكي لكم وايش وايش اخلي؟ ويعني حقيقه انه انا ممكن اتقبل اي كلام من الكلام السابق، يعني انا خايفه اوكي، انا يعني ممكن اقبل كلام كثير كثير، انا عندي رهبه، انا انه انا ارتبك اول ما افكر اني بسوي مشروع، كل هذا الكلام يعني ممكن اقبله، الا فكره انه انت تخافين انه اذا فشلتي يضحكون عليك، هذه انا ما قدرت اقبلها ابدا، يعني معليش سوري والله العظيم. لان شوفي خلينا نحل المساله، خلينا كذا ناخذها حبه حبه ونحلها. الحين معي الم انه ما معش فلوس، تمام، ترى اكبر من الم ان هم يضحكون عليك. المعادله هذه احفظيها كذا او حتى اكتبيها، اقولها بطريقه ثانيه، يعني لما يجون ويضحكون عليك لما انت تفشلين في مشروع وترجعين كذا للخلف ويعني تبغين تطلعين الكوفي او تبغين تشترين من تطلبين من موقع او تبغين حتى بلوزه او بلوفر وما تلقين فلوس، ترى ألم اللي ضحكوا أهون بكثير من أنه أنت ما لقيتي مثلاً 500 ريال عشان تطلعين فيها ولا 200 ريال عشان تطلبين فيها، يعني بكثير، بمراحل بمراحل والله العظيم. طيب يا أمر خلينا كذا ناخذ معادلة ثانية، ولنفترض أنه أنت يا أمورة ويا كتكوتة كذا ويا أمر الحلوين ويا زهرة تشرين، تمام، عشان ما تزعلين من الكلام اللي راح أقوله الآن، يا أمر الحلوين وزهرة تشرين ويا أمر قلبي ويا حبيبة قلبي، تخيلي الآن أنه عمرك 70 سنة،
وانا الان قاعدة قدامك، ابغاش تقولي لي ايش الشيء اللي راح تندبين عليه، ايش راح تقولي لي؟ ولا نفترض انه انت في عمرك اللي انت فيه الان سمعتي الفيديو هذا وبعدين تلاقينا وعمرك 70 سنة، ابغاش تقولي لي السيناريو اللي راح تقولينه لي، على ايش راح تندمين؟ او انا لو جيت وسألتش وقلت لش يا فلانة على ايش ندمانة اليوم، تبغاني اجاوب عنك كذا وانت يعني في سن 70 وفي سن هو عمر الجمال او الوقار؟ والله العظيم يعني هي صورة جميلة جميلة جميلة، يعني بكل تأكيد انت راح تكونين في صورة جميلة، بس لو جيت انا وسألتك كذا وانا عجوز اكبر منك تمام وقلت لك احكيلي على ايش انت ندمانة، ايش الشيء اللي ندمتي عليه؟ راح تقولي لي ندمت على المقطع اللي نزلتيه حق البدايات لما تكلمتي عن الخوف من البدايات وانا ما سمعت كلامك في ذاك الوقت، ترى انا راح اجيب العصا حقتي وراح احتمال اني ادخلها في عينك، احتمال والله ما ادري لانه احتمال اني اكون اكبر منك انا، فانا الحين ابغاش تعملين حساب السؤال هذا لما بسالش اياه وعمرك 70 سنه، ابغاش من الان تستعدين له عشان العصا، بعدين انا وانا ثريه عصاتي راح تكون يعني معيه فاخره وانتي عصاتك يعني راح تكون على قدها. يعني معليش انتي ما بديتي ترى، كمان يا حلو ابغى اقول لك انه اي قصة راح تخوضينها في حياتك مهما كانت صغيرة كبيرة، يعني حتى ان شاء الله قدر الضغط لو جربتيه لاول مرة، حتى لو كانت السيارة عشان تسوقينها، حتى لو كان عشان تطلعين البقالة لاول مرة في حياتك، حتى لو كان انه انتي تستخدمين جهاز لاول مرة، حتى لو كانت الغسالة او النشاف اللي جبتيه، ايا كانت التجربة اللي انتي جربتيها لأول مرة وحطي تحت لأول مرة خط، أبغى أقول لش إنه الخوف كذا راح يطلع لش وراح يفرد عضلاته وراح يقول لش أنا راح أحميش راح يقول لش أنا اللي أفهم، هذا شيء خوف بعدي أهربي. فلو كان اللي قبلنا، لو كان اللي اخترعوا كل الاختراعات اللي إحنا فيها اليوم منها الجوال اللي أنتي قاعدة تسمعيني منه الآن، لو كانوا سمعوا للبطل هذا كلهم كان صفقوا يد بيد، يعني تمام يا أمر؟ ترى كل هذا اللي تكلمنا عنه الآن هو خوف طبيعي، إحنا تكلمنا عن الناس اللي تخاف، وأنا من وجهة نظري إنه الخوف اللي يبغى له كذا بس أحد يعطيش كلمتين وكذا شوي يجلدش وتقومين تقولين خلاص أوكي أنا فهمت الدرس، لكن الحين راح نتكلم عن نوع خوف ثاني ويمكن ما راح نطول فيه، لأنه في ناس تجي تقول ليش إيش؟ تقول أنا أبغى أصير غنية بس أنا خايفة، أنا أبغى أدرس بس أنا خايفة، أنا أبغى أتزوج بس أنا خايفة. شوفي هذول ركزي عليهم، هذول ما يخافون من الفشل، ما يخافون من المشروع، يخافون من شيء مجهول هم ما يعرفون إيش هو. وأنا هنا أبغاش تحددين نوع الخوف اللي عندك، هل هو خوف أو هلع؟ لو كان هلع راح تلاقين نفسك خايفة من كل شيء، راح تلاقين نفسك خايفة من أي تجربة، ما تبغين تقومين بأي شيء، كل شيء عندك يخوف. وهنا أنا أحب أقول لك إنه أنتي لازم تشوفين دكتور، لازم تروحي لدكتور، وصدقيني انه التمارين وانه الكورسات ما تجيب نتيجة، والله العظيم اسألي مجرب. انا في نوع عندي كان اللي هو الشيء اللي انا اضطريتني انا اروح للطبيب نفسي علشانه، ما نفع التأمل، حتى ما اقدر اسوي تأمل، حتى لو سويت تأمل ما اقدر اتعمق في التأمل، في اشياء يحتاج لها طبيب نفسي، وصدقيني والله العظيم الامر ابسط مما تتخيلين. وانا الحين اقول ليش انه تكفين يعني انا داخلة على الله ثم عليش، انه لو انت تحسين بالشيء هذا انه انت تروحين للطبيب ارجوش، والله العظيم راح تكتشفين حياة بعد اسبوع واحد راح تقولين انا اعيش انا انسانة. تخيلي اني انا اليوم اقول انا انسانة، انا ابغاش لو انت خايفة من كل شيء تكون عندك الشجاعة هذه، بس المرة هذه تكون عندك الشجاعة هذه انه انت تروحين للطبيب نفسي، لانه والله العظيم يعني بشكل او باخر اليوم او بكرة راح تروحين له، بس لما بتروحين متأخرة راح تعضين اصابع الندم، ومو بس اصابعش انتي، راح تعضين اصابعش واصابع اهلش واصابع عيالش واصابع الجيران، الكل راح تعضين كل الاصابع من الندم اللي راح تحسين فيه، وراح تقولين كيف انا عشت كل هذيك المرحلة في وهم اسمه الخوف، خوف بدون اي سبب. اما لو كان الخوف له اسباب زي ما قلنا قبل شوي فاحنا صراحة نحترمه هنا ونحطه على جنب كذا ونحطه في الزاوية، احنا هنا نجلده، لكن الهلع هذا شيء ثاني ومختلف تماما، وانا ما افتيش فيه ولا اوجه الكلام ليش ابدا. كمان البنات اللي يخافون من المستقبل، وحده تقول لي انا اخاف على عيالي، انا مريت بمرحله الخوف على عيالي، يعني يمكن قبل 10 سنوات كنت كذا في الليل اجمعهم اجيبهم عندي انومهم، صدقيني انه الموضوع هذا لو كان مو حاضر انت قاعده تحضرينه، بخوفش عليهم قاعده ترسلين اشارات انه انا خايفه من شيء فالشيء هذا راح يحدث. اما اللي يخافون من المستقبل فانا احب اقول ليش انه ترى ما في شيء يخوف، بتقولي لي اوكي يا حبيبه قلبي صراحه انت اخترعتي لنا الذره، انت اينشتاين
فاين. لا صدق والله والله فعلا ترى ما في شيء يخوف. تدري ليه؟ لانه احنا في المستقبل. اللي كنتي خايفه منه امس انت اليوم فيه. ما صار شيء وما راح يصير شيء الا بامر الله، وما راح تهربين. ترى لو تطلعين السماء ولو تحفرين نفق في الارض ولو تدخلين في كبد جبل ما راح تهربين يا حبيبتي. بس لو انت خايفه من المستقبل انت اليوم في المستقبل. طيب يا أمر، أنا أتوقع أنه ما بقي عندي إلا الكلمتين هذه أقولها لك. ترى إحنا ما عرفنا الله حق معرفته، وترى قلت الكلام هذا وكررتها أكثر من مرة، أنه الله سبحانه وتعالى يقول ما قدر الله حق قدره، وأنه إحنا فعلا ما قدرنا الله حق قدره. لو نعبده ليل نهار ونسجد له من اليوم إلى يوم تقوم الساعة، إحنا ما قدرنا الله حق قدره وما عرفنا قدره الحقيقي. لكن بقول ليش إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. أنت فعلا قانطة من رحمة الله فمعناها أنت ضالة، لأنه ما في أحد يقول أنا ما قدرت، أنا ما أقدر، أنا خايف. ادعي 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 وتمسكي. والله العظيم يا بنات والله والله ما أعتقد في أي شيء في الحياة هذه يعني أنقذني إلا أنه أنا كنت أمد يدي، ترى صدق صدق أمدها كذا للسماء وأقول الحقني الحقني انقذني، هذه يدي يا رب، يا رب أنا مالي غيرك، أنا مالي سواك. وكرري ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أنت عارفة إيش يعني من أمرنا رشدا؟ وبس والله يا أمر قلبي آخر شيء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ومع السلامة وباي.